فاصل، ومع الفاصل هنشوف تقرير صغير كده من داخل مدارس الجيل الجديد بمدينة السادات. يسعدني وشرفني على هامش المسابقة داخل مدينة السادات وبالتحديد مدرسة الجيل الجديد أن يكون لي اللقاء مع الدكتورة عفاف جلال مديرة التعليم العالي بمدارس الجيل الجديد بمدينة السادات. في البداية أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. فهمت. النهاردة احنا في مسابقة الذكاء الاصطناعي على مستوى جمهورية مصر العربية، واللي استضافتها النهاردة في مدينة السادات مدرسة الجيل الجديد. وبصفة حضرتك مديرية التعليم العالي، أكيد في فكرة معينة ورسالة معينة هتبدأي حضرتك تقولها لنا وتقوليها لكل السادة المتابعين والسادة المشاهدين من خلال قناة الحدث اليوم. تمام. هو تم التعاون الحمد لله مع ستيم اي اي العام الماضي، وتم تفعيل التعاون ده في الفاينل كونسرت بتاعه ستودنت بتوعنا السنه اللي فاتت. كان في صراحه كرياتيفيتي هايله من التيم مع اولادنا، كان في شوز رهيبه من الاولاد اللي استعملوا الاي اي في اكتر من عرض في الحفله بتاعه السنه اللي فاتت. ومن هنا انطلقنا عملنا انتجريشن ما بينهم. الفكره بدرت من دكتور نادر ودكتور ايمن. الفكره كانت ان احنا نفيد اولادنا بالانتجريشن ما بين ماده الاي سي تي تبع كامبريدج كريكلم وبنفس الوقت الاي اي او النشاطات بتاعه الاي اي ستيم. طيب جالنا فريق التيم بتاع ستيم اي اي شرف في المدرسه، وكان طبقا للكريكلم بتاعنا والاستراتيجيات التدريسيه في المدرسه. فبقينا ندي اولادنا في نفس الوقت اللي بياخدوا فيه سيشن الاي سي تي، بقى في جروب منهم بياخد الاي اي او تبع التيم بتاع ستيم اي اي. طبعا بيتناولوا في الدراسه بتاعتهم البروجرامينج والكودينج وحاجات مفيده جدا. وبنعمل بقى السيشن اللي بعدها العكس، يعني عشان الاولاد ياخدوا المادتين. ليه بنعمل ده؟ لان احنا في التعليم العالي في الييرز بقى بتاعه السكندري لما بنوصل يير 10 و11 و12، اولادنا بعد يير 10 بيبقى لهم ان هم يختاروا مواد اديشنال سبجكتس، يعني منها الاي سي تي والكمبيوتر ساينس. طبعا لما اولادنا يتاسسوا، ودي الفكره الاساسيه اللي احنا ماشيين عليها، بيتاسسوا في المواد دي بيبقى سهل جدا بالنسبه لهم ان هم ياخدوا المواد دي از او ال سبجكت بعد كده ويستفيدوا منها. وتقريبا كل الجامعات بتتقبل الماده دي كماده او ال مقبوله في كل الجامعات. طبعا دي المستقبل. انا عاوز يسعدني وشرفني يكون معي ولي امر، يعني هنقول مش طالب واحد، لا طلبه داخل المدرسه، المهندس سعيد يوسف ابو عزيز. اهلا وسهلا بك يا باشمهندس. اهلا بك يا فندم واهلا بالقناه. يعني النهارده انا بصراحه شايف انجالك، لا هنقول بقى احفادك، شيء مشرف وشيء جميل جدا اما احس كده بتكرمهم، وحسيت الفرحة داخل عيونك. في البداية يعني احنا بنتكلم على مدارس الجيل الجديد والشراكة او بروتوكول التعاون اللي حصل ما بينهم وبين شركة سي اي اي للذكاء الاصطناعي. بصراحة لقيت فيه تقدم لأولادك؟ طبعا اكيد هي فرقة معنا جامد. يعني طبعا بالاسف زي ما انا قلت لحضرتك الاول، انا مهندس الكترونيات، يعني افهم في البرمجة وافهم في الفيزيكس وافهم في التكنولوجيا عامه، يعني وحتى متابع للمجلات العالميه، وطبعا متابع حتى الحركه التعليميه خارج مصر. يعني اعرف كتير عن مدارس ومناهج بتدرس سواء امريكيه او بريطانيه. الجوده هي اللي بتحكم في التعليم. يعني هنا مثلا نيجي لو اخترنا مثلا اتكلمنا عن الجيل الجديد، هم عندهم مناهج مميزة بتخلق مواطن صالح، مواطن صالح يحترم القانون، يفيد بلده، يحس بالانتماء بالوطنية، يكون قادر على التعامل مع العالم كله من خلال رؤية عصرية، مش مجرد خريج خد شهادة حطها على الرف وقال أنا متعلم. فالشهادات ما بتعلمش، النظام التعليمي هو اللي بيعلم. يعني أنا أفتكر أن مثلا في جامعة شيكاغو أعلنت أنها هتقفل بابها توقف نشاطها لسبب واحد، أنه ما عندهمش ميزانية. فكان منهم عندهم خريج ما بقاش يمشي دلوقتي.
قال له طيب المطلوب؟ قال له محتاجين مبلغ معين. فالراجل راح مد ايده في جيبه كاتب شيك ب 600 مليون دولار. صارت بعدها جامعه شيكاغو من اكبر الجامعات في العالم. My name is Yusuf Majid Azam. I'm in New Generation International Schools. I'm in year 7. المدرسة عندي قدمت لي حاجات كتير وهي والسيم اي الاثنين كونوا عندي ان انا دلوقتي بقيت اعرف اعمل ويب سايت. وان انا اعرف ابني روبوت كفيكس اي كيو او كاي لغة برمجة. بقيت اعرف ابني روبوت من الصفر وان انا برمجه لوحدي.